السلام عليكم، تبارك الله عليكم. المهم قبل ما نبدي كنطلب من المغاربة الحرار، المغاربة اللي يعرفوا والديهم اللي كابرين في الخير وفي العز، انهم ينشروا ويساعدوا ينشروا هذا الفيديو. علاش؟ هذه تقريبا مؤخرا واحد الاسبوع، يعني هنا في اسبانيا، يعني مجموعة ديال عمليات ديال الطرد ممنهج اللي قامت به السلطات الاسبانية، واللي استهدفت يعني مجموعه ديال المغاربه، وكتحاول صيفطهم يعني للميليا ولا للسلطه باش تغطي عليهم باش يخرجوا، يعني بلا ما يكون واحد القرار قضائي. زياده على ذلك، يعني شفنا مؤخرا يعني هنايا المغاربه اللي خدموا سنوات هنايا، واللي هما بسببهم باش طلع الاقتصاد ولا ساهموا في الاقتصاد الاسباني، مؤخرا يعني بدا مجموعه ديال الحالات ديال سحب البطائق ديال الاقامه، وقلتها وعاودتها، ولكن السلطات المغربيه ما دارت حتى شي حاجه من هادشي. في الوقت لان اسبانيا كتستافد من المغرب بواحد الشكل يعني كما كنقولوا جشع، ولكن المغرب ما عندوش غير على ولاد، على الولاد ديالو، على المهاجرين ديالو ولا الجاليه ديالو هنايا في اسبانيا بعد على الاقل. كنشوفوا مؤخرا كما قلت وكنعاود ان اكثر من 5000 يعني مهاجر اسباني مقيم بغير بصفه غير قانونيه في المغرب، وما كاين حتى شي واحد اللي كيهضر معاهم، ولا العكس، انهم ملي كتكون شي حاله اعتداء على شي اجنبي في المغرب كتحرك القوات العموميه بشكل انواع ديالها، ويديروا كان هذاك اللي راه عندنا تما مالك ولا شي واحد الصنف غادي ينقرض. مع العلم ان كاين هنايا المغاربه اللي هنا في اسبانيا انه كيوقع لهم مشاكل، ما كاين حتى شي تدخل لا ديال الحكومه ولا ديال الدبلوماسيه ولا ديال حتى شي حاجه. عندنا هنايا المغاربه رخاصين، يعني بالنسبه في عيون عم حنايا كنشوفوهم رجال، وهاد المغاربه اللي راهي تما داك سميتو سحب البطائق ديالهم والطرد ديالهم الممنهج نحو المغرب، هاد الشيء خصو ما يكونش. وخاص المغاربه اللي هنايا في اسبانيا ولا المغاربه اللي كاينين في المغرب اللي تم الطرد ديالهم يضغطوا على السفاره الاسبانيه في المغرب، يديروا احتجاجات باش يشوفوا هاد الشيء راه ماشي قانوني. كيفاش هما؟ واش دابا خصنا نعرفوا واش المغرب مستقل وعنده سياده، ولا المغرب عاد مازال مستعمره ديال شي دوله اخرى؟ كيفاش ان الاسبان اللي كاينين تما ما كيتعرضوا حتى شي حاجه من المضايقات، والمغاربه اللي كاينين هنايا الناس اللي خدموا، حنا كنقولوا الناس اللي كيهدوا الامن، كيهدوا الامن، هادوك الا تم الطرد ديالهم ولا هذا ما كاين حتى شي مشكل، ولكن اي واحد يكون عنده مشكله بسيطه ولا يقلبوا له ولا شي ذريعه باش 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 يسحبوا له البطائق ديال الاقامه ديالو ولا البطائق ديال الولاد ديالو، هذا الشيء راه ماشي معقول. راه خاص الناس المغاربه وخاص سيدنا الله ينصرو، هاد المساله راه كتمسك انت سيدنا، راه كيحيدوا من القيمه ديالك. كيفاش ان الشعب ديالك وولادك انهم يترموا، وان الناس اللي كانوا تما في اسبانيا انهم عندهم قيمه، حتى المجرمين كيستافدوا من العفو، مجرمين خطيرين، ماشي عاد حنا ما كنطالبوش حنايا غادي يجي سيدنا غادي يطالب باش يعفيو على واحد المجرم، حنا كنقولوا دافع غير على ولادو. هذا الشيء اللي راه واقع هنا في اسبانيا والطرد اللي راه كيتم تقريبا بشكل يومي راه ماشي معقول. راه الاغلبيه ديال هاد المغاربه اللي طردوا راهم خدموا هنايا سنوات، راه ماشي جاي من الفلوكه ولا جاي عاد حارق ولا قبضوا في الحدود، راه كاينين الناس اللي دوزوا هنايا واحد السنوات ديالهم، وكاين واحد العدد كثير اللي مازال ما قديناش نحصروا انه كان في المغرب اللي تم الطرد ديالهم، وكاينين الناس اللي تجردوا من الاملاك ديالهم وصيفطوهم للمغرب، وما لقاو حتى شي اذن صاغيه تما في المغرب، مع العلم انه ونتحدى ان السلطات المغربيه تقبل شي اسباني عنده الاملاك تما في المغرب ويتم الطرد ديالو بطريقه غير قانونيه، وغادي تشوفوا الرد المزلزل ديال اسبانيا ولا ديال الاتحاد الاوروبي، مع العلم ان من المقابل ملي كنشوفوا شي مغربي كيبقى له شي حاجه ما كاين حتى شي تدخل. زياده على ذلك، هنايا في الناحيه ديال مرسيا كاين واحد العدد كبير ديال الجاليه ديال المغاربه والابناء ديالهم في المدارس، كيقريوهم خريطه ديال المغرب ناقصه، خريطه ديال المغرب ناقصه، كيقول لهم هذا هو المغرب، ما كيبينولهمش المغرب كامل، مع العلم ان هادوك الدراري ولا هادوك الاطفال مازال عدد ديك سميتو عندهم جنسيه مغربيه، ماشي كما نقولوا يعني اطفال مغاربه يعني متجنسين. كيفاش ان طفل من الجاليه المغربيه انه داير في البال ديالو بان المغرب ناقص، ما فيش الصحراء المغربيه، يعني ان هذه خطير. وزياده على ذلك ما كايناش حتى التمثيليه الدبلوماسيه، ما كاينش حتى قنصليه، وهدرنا ودرنا ودرنا وما كاين حتى شي واحد اللي كيحاول انه يقول غادي نديروا شي حاجه، وهذا الشيء راه ماشي معقول.
راه المغاربه خصهم يوليو لهم الناس اللي تحيدوا لهم البطائق ديال الاقامه ديالهم، ترجع لهم بطائق الاقامه ديالهم في اقرب وقت ممكن، وخاصه داك سميتو الاستدعاء ديال الفوري ديال السفير ديال الاسباني تما في المغرب ويحاولوا يديروا. المغرب راه ماشي الشايط، المغرب راه هو اللي كيفوت لهم الغاز لاسبانيا، المغرب هو اللي راه حامي لهم الحداده ديال الاتحاد الاوروبي وديال اسبانيا. وكما كانش المغرب كره التدفق ديال اللاجئين لاوروبا عن اسبانيا، كره اسبانيا دابا راه دايره بحال تركيا ولا اكثر من تركيا. المغرب راه هو اللي كيعطيهم شكون هما الارهابيين الحقيقيين. المغرب راه هو اللي راه مخلي تما بزاف ديال الناس راهم عايشين تما من المتقاعدين اللي راهم كيمشيو تما يدوزوا الحياه هانئة تما في الاخر. المغرب راه هو اللي عطاهم هاد المغاربه، هو اللي كبر، هو اللي ولد وصيفط لهم هاد الناس اللي خدموا لهم الاقتصاد ديال لا ديال اسبانيا ولا ديال بزاف ديال الحوايج. الا كانت حاله استثنائيه هذيك حاله استثنائيه، راه كاين حتى الاسبان فيهم حاله استثنائيه، ولكن باش يعاملوا المغاربه بانهم يعني دجاج ما يمكنش. وراه اي مغربي، وكانت حتى السلطات الاسبانيه وحتى السلطات المغربيه، راه اي مغربي غادي يتم الطرد ديالو ونثبتوا بانه تم الطرد ديالو بطريقه غير قانونيه، ولا انه فوت واحد المده طويله هنايا وقلبوا له على شي دارعه باش يصيفطوه، راه غادي يتحمل وغادي تشوف العواقب اللي غادي تكون سواء هنايا سواء في المغرب. يتحمل يتقبلوا هذا كتهديد ولا كما بغاو يكونوا، لحقاش حنايا بنادم، حنا عندنا حقوق الانسان، حنا عندنا الاخر، يعني ما يبغي حتى شي مغربي نشوفوه انه كيتكرفصوا عليه. بيرميات ما لقى لهمش الحل، والناس ما قارياش هنايا، وكل نهار كيعطيوهم هذاك سميتو غرامات ماليه ديال 500 اورو. شكون غادي يدافع على هاد الناس؟ المغرب ما مسوقش كاع على هاد الناس، المغرب كيقول لك مرحبا بالجاليه ولا بمغاربه العالم، إلا مرحبا ولا كانوا هاد الناس كيتكرفصوا، هاد الناس اللي راهم كاينين هنايا راهم كيساعدوا الالاف والالاف من المغاربه اللي كاينين تما العائلات ديالهم، لان الوضعيه الاقتصاديه كما كتعرفوها بلا ما نزيدوا عاد نشرحوها، ويزيدوا هاد المغاربه كيتكرفصوا عليهم هنايا. علاش كيتكرفصوا عليهم هنايا؟ علاش هاد السلطات المغربيه ما تدخلش وعندها الحق تدخل؟ راه قلت لهم هذه خطاته كانت مجموعه من جهات، منها حتى الجهات المخابراتيه، نهار اللي قالوا بان راه المغاربه في جهه ديال مرسي غادي يريدوا سيمانه واحده ما يخدموش. تعرفوا شنو هي سيمانه واحده وكما ما يخدموش المغاربه هنايا في الضيعات الفلاحيه؟ الاقتصاد ديال اسبانيا غادي يتزلزل، الشركات ديال الفلاحيه اللي كاينه هنا غادي يوقع لها خسائر فادحه، والمغاربه ما عارفينش هذا الشيء. لهذا كنقول وكناكد ان السلطات المغربيه خاصها تدخل، وهاد الناس اللي تسحبوا لهم البطائق ديالهم خصهم يرجعوا لهم، والناس اللي تم الطرد ديالهم بطريقه غير قانونيه للمغرب خصهم يرجعوهم. الا كان المغرب عنده سياده، الا كان المغرب عنده مالك، الا كان المغرب عنده تاريخ، الا كان المغرب عنده يعني بزاف ديال الاشياء اللي حققناها في التاريخ المغربي كامل. شكرا، ونتمنى كاع المغاربه اللي عنده شي غير على البلاد ديالو يبارطاجي هاد الفيديو باش توصل اكبر قدر ممكن من الناس باش يعرفوا القيمه ديالهم، ونحدوا هاد المشاكل اللي راه واقع المغاربه لا اللي كاينين هنا في اسبانيا ولكن في العالم كامل. شكرا، تحياتي للجميع.